والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد شباب، اليوم لا لعب ولا شباب، اليوم لا لعب ولا حكي. اليوم حشوفكم اربع مفضلة، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والاشتراك بالقناة والتعليقات والكومنت. ترى موجود الفيس والماسنجر، كتبوا بالعربي آدم آدم عشنا. وريتكم تتابعوني، شكرا على 15 مشترك، شكرا جدا جدا. إن شاء الله توصلوا لي بعد هواية، فإن شاء الله راح نبدي. أول لعبة عندنا انشارتد. أوكي شباب، قبل هسه حشوفكم. أول شيء قبل ما أشوف اللعبة، العفو، أول شيء ختمت الرابع والخامس، فجبت قلت أقرر جبت الجزء اللي يعني هو قرص واحد وثلاث أجزاء، الجزء الأول والثاني والثالث. فشباب إن شاء الله أختمه وحنزل عليه هو مقاطع، مو يعني أختمه منه، أنزل عليه مقاطع وأختمه وتختموه وياكم وأريكم العلم. هذا خلاص، ترى هو بس جوستيك واحد بس، ما بي اونلاين، ما بي. وثاني لعبة عندنا جي تي اي 5 جراند ثيرف اوتو 5. تعرفوا يعني ممكن تعرفوا هذا كلش لعبة مشهورة حلوة، والدولة باللوس سانتوس، ثلاث اشخاص بي، فرانكلين ومايكل وتعرفوا تريفل. وخل اقول لكم سر، ترى تريفل مو هو نيكو بالك، لانه تريفل امريكي وعصبي ونيكو عصبي وروسي، فتريفل يعني كلاسو روسي. فبدي فهذا جي تي اونلاين يلعب بي بالاونلاين 30 واحد. نعم الخريطة موجودة اذا تريدون اشوفكم غير مقطع من انزل لي فيديو. واخيرا باتل فيلد 1، اخيرا شفت باتل فيلد 1 والله حلو، يعني حرب عالمي مو مستحيل، يعني كل الدول الحرب صار هو موجودة بهذه اللعبة. شباب اشتروا والله مو كلش حلوة، وعلمك يعني القصة مع الحرب العالمي شلون صارت. من 18 من فوق يلعب، بس انا العب هذا بس هيك الامر، وهذا بالاونلاين يلعب 64 واحد، لانه اذا تشوفون علي مرجاني منزل علي هذا البطفيل اونلاين منزل عليه. الشباب هو لعب حرب عالمي، شوفوا هذا الاونلاين، هذا الاونلاين نقدر نلعب ريموت بلاي، تعرفوا هذا اللي هيك بيدغمات هيك تلزمه. واخر لعبة عندنا فيفا 18 بوم، واخيرا جبت شباب، واخيرا شباب ما لعبته وصار بالمشوار احتراف، يعني من ممكن هذاك اليوم جبته، فبارحة لعبته واليوم لعبته، يمكن راح اختم هذا بس لا ما متأكد، راح انزل فيديو على المشوار احتراف. بالاونلاين لعبة 22 واحد، بالاوفلاين 4 بس، اربعة. طبعا كاتب لك هنا يعود هانتر يلمع الفريق المليء بالنجوم مثل رونالدو كريزمان والميسي. رونالدو نازاريد، شوف شباب وقناة الأبطال وقياس في الفيفا 14، ولا تشمل مارادونا ورونالدو البرازيلي؟ طبعا تشمل رونالدو لأنه هم الأساطير. وأن نظام الرسومات حركة جديدين لاعبين شخصيات واضحة وحقيقية في فيفا،
طبعا واضحة وحقيقية، صحيح. يعني شو أقول لكم، إذا ما لعبتوا دلبعون يعني أباركت، هم بالحقيقة دي يلعبون كلاسيكو. فشباب شوفوا، جبت لي الجوستيك كفر، إن شاء الله يعجبكم الكفر. أنا عجبتني هواي، أسود وأبيض. شوف اللي ورا بس أسود، نوع أسود وأبيض. شوف الدقة، شوفوا هيك نقدر نلعب به. وأخير شي كارت بلاس مال أونلاين، جبه هسوي حساب وأنزل المقاطع جي تي أي 5 أونلاين، ونلعب مع الناس ومع صديقي ومع كل شي. راح يعطي هذا الكارت بلاس، شوفوا من شهر واحد، يعني هواي شهر واحد هواي 15,000. شباب إذا تريدون مثلي أقول، يمكن تعرفون حلاق سباكي بالفلكي، هناك أكو مركز الشمس وتقول له كارت يعطي، يعني بيع أشياء مختلفة. فإذا عجبكم المقطع ممكن تشتركون بالقناة واللايك والشبكة إذا عجبكم المقطع، وأريدكم تكتبوا لي بالتعليقات شو تريدون ننزلكم الفيديوهات. والسلام عليكم.